افتتح اليوم ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية، وبمشاركة كبار المسؤولين ورجال الأعمال بين البلدين. ويأتي هذا المنتدى في ظل مساعي السعودية لتنويع علاقاتها الاقتصادية مع البلدان الغربية، حيث تعد فرنسا ثالث مستثمر أجنبي في المملكة بنحو 15 مليار دولار. ومن المنتظر أن يعزز المنتدى حجم المشاريع المشتركة بين البلدين وتوقيع صفقات ضخمة منها عقود طيران كبيرة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد الصبان. أهلا دكتور. دكتور، ما هي أهم الاتفاقيات التي وقعها الجانبان السعودي والفرنسي في هذا اللقاء؟ في الواقع هنالك العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها، منها التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة إنشاء طاقة نووية في المملكة العربية السعودية، مشاريع الطاقة المتجددة، زيادة الاستثمارات في مختلف المدن الاقتصادية. نحن في مرحلة حاسمة بالنسبة للمملكة العربية السعودية. صحيح حجم التجارة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية وصل العام الماضي إلى حوالي 55 بليون ريال، لكن هذه لا تكفي، نحن نحتاج إلى نقل التقنية، وفرنسا معروفة في بعض المجالات بتفوقها التقني. نحن نعرف أيضا أن المملكة العربية السعودية قد سهلت كثير من أوجه تسهيل الاستثمار الأجنبي في داخل المملكة، سمحت للأجانب أو للمستثمرين الأجانب أن يستثمروا في الأسهم السعودية، سمحت مؤخرا للأجانب أيضا أن يستثمروا في قطاعي التجزئة والجملة. فهنالك الكثير من التسهيلات التي أعطيت، ولذلك لابد أن يتم استثمارها في المرحلة الحالية. ولعل وجود رئيس وزراء فرنسا مع ولي العهد في افتتاح هذا المنتدى يدل على الأهمية التي تعطيها المملكة وتعطيها فرنسا لمثل هذا التعاون فيما بينهم. نعم دكتور، مع هذا الكم من الاستثمارات فرنسا في السعودية، ما هو حجم فرص العمل التي قد تخلقه للمواطنين السعوديين؟ حجم فرص العمل حتما تأتي مع كل مشروع، وبالذات المشاريع ذات الكثافة العمالية. وأعتقد يعني قد تكون على سبيل المثال المشاريع الطاقة النووية قد تكون محدودة الزيادة في فرص العمل، لكن هنالك العديد من المشاريع الأخرى التي يمكن أن تولد أو توجد فرص وظيفية للشباب السعودي. كل فرصة في هذه المدن من المشروعات المختلفة ستؤدي إلى كل استثمار في الواقع لمليون دولار يؤدي إلى زيادة العمالة بحوالي 3 أشخاص. طبعا لما نتكلم عن بلايين الدولارات نعرف أن هنالك حجم كبير من العمالة التي يمكن أن يتم توظيفها في المملكة العربية السعودية، وهذا في إطار التعاون اللازم والضروري. عدا نقل التقنية حتما. نعم، حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية دكتور أكبر بكثير من حجم الاستثمارات السعودية في فرنسا، ما السبب وهل ستساهم هذه الزيارة بتغيير هذا الوضع؟ الاستثمارات السعودية في الخارج عموما هي استثمارات في مختلف الودائع، مختلف الأسهم، سندات الخزينة، ولم تمثل بالنسبة لفرنسا الجزء الأكبر. لكن إذا ما نظرنا إلى أهمية الاستثمار الفرنسي في المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة الحاسمة التي بدأت المملكة بداية حقيقية في تنويع اقتصادها بعد ما لاحظنا انخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط والذي أدى إلى تدهور عائداتنا النفطية، لذا فإن وجود فرنسا إلى جانبنا في هذا الوقت مهم جدا،
لزيادة الاستثمارات في المملكة وتنويع الاقتصاد. نعم الدكتور محمد الصبان، وصلت الصورة، كنت معنا من الرياض المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد الصبان، شكرا جزيلا لك.